بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب شرفت له قيمها بدن قايها بدن مركلي موقال عصب برتن أدي قد يجني سالنا وبارنين في الشيال أدي أدمو ما سنتين كسر دو هذا ملين كتير عليها ولا لها قلبي قاعد سير شر قريب رهام في أصحاب تلو ذاك قناة سبسكرايب نصر وقدومي محكمة سرع ولا لكن عمران لايك إنه صار سبسكرايب إنه صار صلي النبي عليه الصلاة والسلام هاي المؤمنين اللي الصلاة هذا انتهينا أرضي أسود كذا intaa kadib runtii qisadan waa qiso aad u yaab badan weeye oo cajiib ah marka qofku u dhageysto aad u yaabi doono waa ninkii miskiinka curyaanka ahaa iyo xaaskiisa iyo ninkii hoteelka weyn oo caanka lahaa sheekadii yaabka lahayd oo dhex martay بسم الله حنكو بلا بينا من ايا وحولها هوتيل وين هوتيل كيساس وين شقالة بدن باكا شقي وراك يدو مربع شقالة مركا كشقي يالا باتن كربي ودافع من كاسي شقالة كما ورهيو أفاره هذا ما قاله لكن وانين كركة جوكتية أو معناها كركة جوكتين بوكو سمية مراكة قاركود بو كنترولا ماشي هوتيل هو اسكال احمرا تتكا كشقيني يبو إيش الساعة للراحة سيهوسة واحد عادي مركة نينكي هوتيل كأيا وحو أركي قبر شلشل أقسم هذا قرح بدن ببلع سن وهوتيل كيس كشقينيس إن قبل ده واحد تاني مية قان ملكة مية قان إنك إيش بحكي قرده هذا قبل قبل إنك نوع بحكي قرده نين ماشي هو شقيني ويسوون شغالة كاملها يوحكويري ebelow waxaan u baahanahay gabadhaan magaceed kii wuxuu yidhi hebla ayaa la yidhahdaa waa u sheegay ilaa isna waa shaqaalihiisa moogta hebla ayaa la yidhahdaa ka waran buu yidhi wallahi waa gabar fiican buu intaan ka arkay shaqadeeda ka adag wuxuu moodayaa marka inuu shaqo ahaan iyo waxa uu weydiinayo laakiin ninkan damac baa ka galay gabadha waa damacsan yahay وحير مركا نيهو قبض أواربا قبض أواربا بيري نكي والا ياب نكا أنه تيال كالي دور حاسب اللي هاي وانين مسؤولة وانين وين وانين شغالة هاد إحوال مركا لفيريو مرتبة الله شغالوا أيو أركانين بلا كدع دومك كالاهية أيو أركان نيجي شغالة واي يا بي وحي سيري نينكم حاجة ولا شغالة كسوه سألي هو واحد انت يا عمل ميشو اللي تشوقي هوس وغلا صولا يا عمل ان سيكستها اهاتي وحويري ورنيهو لو مالين كي خلوي دي مدو كسو كدوري غري مر كنا وحو اركا عيار عيار مركي دنبه سيجارو ولا شيكيستا مركا نينكم قرابيهين قرابة كرة أدنى عهوية ذا أبيني كايهين إنك نقبل لما يقال شقال إن ماذا سوكو أركا وحيته ما يقال على كل حال إنك يقول بو إسكفر يستي وأكتي إنو قول لك هوتيلك مركي قول البنايهين يقول لك هسوا إلا قيبتي كشقيني سي قل كمي ذا بو حيري انت خسرتن كيمي وفريه كسوقاتي ويري قل كاسان سيحاني يا عبار من سيحاني يؤقاد بو حكو يري نمانكي يدد كي رسيب شكتوغي بو كو يري قل كاسان آذي انا سيحاني يوي دادكو
قولي جنين كلام مساحة لكن شكني حدنا كما جنين يعني. إن دات كماش هكا شقية وشقالها إلا عق آد يآد يآد وير بيكو شقية وآن بنين بش إن نينكي وح آد وق نينكا أي ميل القرابة كيهين سونا أو كسر قرصده نكا أم باور كيسي أفاريس كور قبا هوس أوك قل كي هدو قاتي نكي ويا ري وحيري قبلي ويا ري قبلي ويا ري سوكل ويا ري الباب كي حذر الباب كي ريحي صفر السبوري قبلي ويا فري سنوي إني فري ستوى ديد ويقرانيسا قبلي ninkii hoteelka lahaa inuu yahay waxa uu ma ogtay waxa samaysay way naxday gabadhii argagax baa ku dhacay qaab allaale iyo qaab ay ula hadashay garan weyday way ka naxday maxaan sameeyay waxa ma sameeyay shaqadayda wati si daacada u shaqeeya waa fariisay wiil markaa waxa uu ma sugtay inaad tahay gabadh qurux badan dadka indhahooda soo jiidata qofkii ku arkaaba inuu kala helayo moogta waxay garatay marka gabadhu inuu damacsan yahay markaasay waxay ku tiri maya isma ogi laakiin wax kastaba aan ahay qof marwa abaana bimacnaa xaas baan ahay bay ku tiri ninkan waa nin shaydaan iimaanka ka qaaday markaas isla xilligaas xaasnimadeeda waxaas war iyadaa ugu macbiir xaas saasoo cad wey iyadaa ugu fiican buu yihi saa la fahmi maye garans sheeko kasta iyo wax kastay samayso cid fahmaysaa ma jirtay ilaahay meesha kama soo qaada kama soo rogama anaa wuxuu ka hadlayaa aadmiga waxay tiri shaqaa ii dhiman waa la igu qaylin doonaa waa shaqaynaya shaqaanaadi markaa arti ninkan xumaan inuu usocdo wuxuu yiri dhegeyso aniga wax kale hoteelka uma iman qolkan wax kale uma joogo adigaan kuu jooga waxay tiri anigu marwaana ilaahay ka baq albaabkayna furtay markii albaabka furtay buu wuxuu yiri shaqadaada hawaaye way baxday marka كلمات كلام وران شغل هذا هوايم ان قبل ويسك بحضي ان شغلي اي هيسي اي سيود كلمة دي شغل هذا هواين هي ظروف يدك حيرا ما قبل يقول انت موي اد اي اد بيقول انت موي دي وحين نقطتي نبر كتالي وفنتي كف قواي أي نقطة بحي تري مركا قبل ما صحي هذا آذ نغل صور نغل نغلطي شغل هذا هو شغل إن لقى عيرين عيا أي درينتي ويسكي تشوكتي مركا ويكوسي آد كيستي نروف بلان باكو حيرا وحي أكتهي إيادا يقرق يوحكا هايستي يباتلا يوكتهي iyadu inay reer kalna fiyo nolol u tahay qoyskaas bay ogtahay iyadu marka maxay tahay gabadhu agabar miskiinada wiil bay isjeclaadeen wiilku nin xoogaa maaragtay da ahaan ka weyn buu ahaa laakiin isku xafadahayeen raalada laakiin isku xafadahayeen isla soo koreeno heblaayo wallahi waa soo koreysa qol xulay baa noqda halkaa ka soo bilowday isku xafaday ahayn wiilku baabur buuday baabur buudi jiray way isjeclaadeen aroos la yaqaan buu u dhigay waxay ka soo jeedaa gabadhu reer aan waxba haysa isaguna wuxuu ka soo jeedaa reer aan waxba haysa laakiin isagii baabuur buu wadaa
nin buu dareewal u yahay, ninkaasi wuxuu u arkaa dareewal uma arkay, wuxuu u arkaa wiilkiisi. Gaarigu u roon yahay, waa u dhaga fudud yahay, waa nin aad qaali u ah, waa gabadha ninkeeda. Marka aabu u ahaa ninkaasaa saacidayay arooska, guri bay degeen. Gabadhii ilmihii koowaad bay u dhashay, ilmihii labaad bay dhashay, wiilkii gaarigii waa la dhacay. Meelaha miskaha wax ka gaareen iyo dhabarka, wiilku waa curyaan, waa naaf. Gabadhii uur bay lahayd markuu curyaamayay, labana waa dhashay hore. Waxa dhacday, ilmihii saddexaad bay dhashay. Hadda ninkii saaxiibka la ahaa oo ninkan wax tari jiray gaarigii awlba wax ka tari jiray gaarigii baaba, ninkani dhibaataa gaartay, xoogaa buu kabi jiray. Waagii dambe hadda waa iska insaan, bini aadam wey. Insaan markaa maqashid waa halmaan badane macnaheedu. Sidaa daraaddeed waa qof iska halmaan badana ah, wixii ilow reerka. Gabadhu markaa kadib bay shaqo raadisay, shaqo raadisay, hotel ka soo hesho. Ninkeeda guriga u joogaa waa naaf, waxa wax ka sugaya waa ciyaalki iyo isagii. Hooyadeed qof wax ku dhaanta maaha, aabaheed wax ku dhaama maaha. Ninkan qaba aabihii iyo hooyadii labada waa joogaan, laakiin dad wax ku dhaama kara oo wax tari kara ma aha, oo maanta waxa ay u baahan yihiin ka kafeyn kara maaha, oo noloshooda macnaha deberi kara maaha. Keliya Ilaahay weynaa wuxuu ugu miciinay, guri buu deganaa, kiruu deganaa, islaan aad u wanaagsan, ahlu khayra baa lahayd. Islaantaas ninkan kirada wuxuu ahaa dadka aadka u bixiya. Markii dhaawacaasi soo gaaray, islaanta way aamustay, sababtoo ah waxay taqaanaa xalimad dheeray inay dhashay, iyada isaga inuu hebel dhalay, inay heblaayo dhaleen, waxaasi ka warqabtaa, waa xaafadda way ogtahay. Waxay go'aan ku gaartay marka islaantu inaysan weydiin, maalmaha lama weydiin karo. Kadibna markii wiilkii la caddeeyey inuusan kacayn, waxay tiri war guriga iska deganaada, waxna kira idinkama rabo. Guriga marka kira la'aan bay ku degay, halkaa Ilaahay nasri buu. Gabadhii marka dan iyo duruuf waxay ku khasabtay inay shaqo bilowdo, shaqadii bay bilowday, shaqadaanay heshay. Iyadoo weliba markaa dhar inay dadka u dhaqdo iyo sheeko noocaasa bilowday, baa gabar baa soo kaxaysay, waxay tirina meelkan hoteela baa shaqo ka banaan tahay, meeshaana shaqo u raadsanayna. Gabadhii iyaduba way shaqeeyaan, lacagta ay qaataan waa lacag aad u yar. Markay gelinka hore oo dhan dhammayso, inta qol iyada la yiri hagaaji iyo nadaafadooda iyo waxooda oo dhan dhammayso, casarkii bay soo baxdaa, gurigeeday timaadaa, bur iyo sambuus iyo waxbay shiishaa, banaankay u qaadaa gabadh, meel bay la fariisataa, dhowr koombo oo caana ah bay ka qaadataa islaan, caanaha iyo sambuuska iyo burka iyaba isku agadaa, xeedaasun baa laga gataa, halkaasi kadib bartaa. Waa hooyo Soomaaliyeed oo qiimo badan oo sharaf leh, halkaasi kadib bartaa. Gabadhii hoteelka maalinkii oo dhan hoteelka ka shaqaysaa gelinka hore, gelinka dambe iyo habeenkii inta fiidkii yara shaqadeedaasay wadataa. Wixii marka xoogaa waa isu dheeli tiran yihiin, gurigiina kare lagama rabo. Caruurtii waa u joogtaa, macnaha odaygii waa u joogaa, waa xanuunsan yahay. Ciyaalkiina bimacnaa waa curyaan, makacyoodu waa naafood. Saddexdii ciyaalka ahayd ma aha niman dad markaas koray ma aha oo wax la qaban kara, laakiin dugsi iyo bay bilaabeen, dugsigooday
اكتال مرك نيكي هوتيل كبدي وادين واي كبد وا غبر نوع عاص اما يد وا غبر نوع عاص نيكي هوتيل كي ودين واي كبدي وحيري نيكي بو اصدري حيري قل كيسي وصوقات فري حيري يوغو يار صون راع يسو قلي قل كانا وحلق قبانيا ده شيكا معاس كوريجي قل كي فري فري وصوقاتي فرايا نكي يو كتشرة قل كانا شغل لوغا بهاني لك كي قرابة ده أول ما ماشي قرابة غنس تحب كتشوري موقتة واسكا كابا شقالة أنا ما هو أنا كابا شقالة هم بوس كما عمرو هاي موقتة وبدأت كي اسكحيتش يا ماشي هل كمان تفر قبلها يوكو غير غيريا لكن ما هاي سوق شقالة كابا شقالة ما شقالة قفك حكومة شقالة ما هان قبل دي قول كي مركي سوق الشي inki baa ku jira waxa lagu yeesanin kaana ku rabay la hadal ka arin waana baxayni walaal oo maxay garabtaa bitir heeru waa maqlay ina marwa tahay waana ii sheegtay sheekadaadana waa xal ma ogaa sheekadaadana waa ogahay aniga adigaan ku rabaa markii hore wuxuu yiri fariiso way fariisatay kursi meeshii yaalay ku fariisatay kursiga markii meeshii yaalay ku fariisatay in ay albaabku ka maray markaa yadoo aad ogtahay meeshaan hotel weeye haddii damco inuu kufsado de ma kufsan karo way qaylinaysaa ummadu way isugu imaanaysaa waa ninkii hotel kala ceeba ka raaxaysa waxba shaydaanka iska nartay oo isdejis maba ismeba kadeedinba saa kacay albaabku dhinac iska xigay wuxuu adigu soo bandhigtay inuu rabo keliya inuu naagaysto waxay tiri marka hore waan kuu waramayaa marwadaan ahay iyo noocaan ahay baan kaaga sheekaynayaa sida aan xaaladdu jirta iyo waxa jirta ma kaaga sheekaynayaa markaa kadib waxaad i weydiinay sidii weydiin waa gabar degan oo aada u caqli badan waana gabar wax baratay oo berigii hore aqoon bay leedahay ilaa iyo iskuulka waxay kaga baxday fasalka macnaha tobnaad bay kaga hartay wadan iyo duruufta ay gaarsiin weyn waa qof xoogaa marka tacliin leh qofka dugsira dhigto waa iska jaamici ku dhowaad wey moogtaa marka si kastaa ahaatee gabadhu ninkii waxay tiri aan kuu sharxo wax waxay tirtay anigu marwaan ahay hooyaan ahay saddex ciyaal haysta waxay igu sheekeynaysa fiiri maadiga dhabankaa leh waa saddex dhalay waxay igu sheekeynaysa fiiri atani u dhageyso sheekadeedan kaaga sheekeynaya anigu gabar yar baan ahaa wiil baan is jeclaanay dareewal buu ahaa in hebel hebel la yiraahdo buu u shaqayn jiray haye meeshuu taagnaa buu kasoo dhaqaaqay waa fariista isla markiiba wuxuu gartay hebel hebelka iyo gaarigiisa iyo dareewalkii iyo buuba gartayba markiiba waxay tiri aniga ninkaygu hebel hebel baa la yiraahda waa nin noocayo noocaas ahaa gaaray nin la oran jiray hebel hebel buu wadi jiray waa isguursanay ilmihii koowaad baa u dhalay kii labaad baa u dhalay kii saddexaad ana urka ku wada waa gaarigii la dhacay ninkaygu waa curyaan dantu waxay igu khasabtay inaan magaranaysaayay aan anigu shaqeeyo hooyaday wax ma haysato aabbahayna wax ma haysto isaga hooyadii aabbihiina abahay hooyadii la midi waxay hayaan ma jiraan anagana waxaan iska nahay dadka noocaas oo saboolka guri baan kale ku deganayn
islaantii guriga lahayd waxay tiri iska deganaada caruurta qutuliyoonkoodii inaan u raadiyo anay danta igu kaliftay way ooyeysaa marka danta anay igu kaliftay sidaa daraaddeed shaqaan bilaabay anoo dad dhar u dhaqaaya baa gabaray tiri hoteelkaana shaqa ka bannaan tahay sidii baa hoteelkii laygu keenay hoteelkan waxaan ka shaqeeyaa gelinka hore gelinka dambena meesha nooca iyo noocaasa baan bur aan soo shiilay iyo sambuus baan ku gadaa iyo adugu waxyaabahan maaragtay bajiye waxaa la dhaho baan ku gadaa caanahana islaan baan dhowr koonbo caanaha isiisa oo iyadu soo qaadata aniga cidine ay aamini mayse iyadu soo qaadata iyadiibaa i aamintay iyadaanu caddeeya wixii faa'iido yaro aan ka helo aan ubadkayga ku bishaa alxamdulillah hadda ubadkii way koreen waa ii roon yihiin waa ii roon yihiin ninka hoos buu usii jeestay marka wiilka yarka ah oo naafoobay buu aada u garanayaa ninkii gaariga lahaa buu garanayaa waa nimay ehel yihiin dhow waa nin garanaysaa ay saaxiibo sidooda kale u ahaayeen waa nin maalmihii cunugan baabuurku la dhacay oo dhibaatadu gaartay waa nin ka warqabay oo sheekada ka waray ninka hoteelka wuxuu yidhi or iska bax kelmad kale ma oran ayagoo lal waa mahadsan tahay buu or iska bax ilaahay baa kaa fujiyey ibliiska bay istiri oo iska tagtay iyadoo niyadda ka faraxsan shaqadeeda bay bilaabatay kii buu usoo diray wuxuu yidhi gabadha waxaad weydiisaa kii wuxuu u maleeyaa inay isfarasamaysteene moogtahay wuu u maleeyaa ilaa waa ruufiyaan isagu u keenaya moogta fitaal miyaan la fitaal wuu u keenay moogtahay wuxuu u maleeyaa inuu duqu habaystay marka wuxuu yidhi gabadha intay u tagtid weydii waxbarasho iyo waxma baratay dheh ninkii waa soo orday gabadhii buu u yimi wuxuu yidhi kaalay weligaa yaal lahaa waxma baratay markaasay tiri haa dugsi sare anoo dhigta maaragtay baa dantu ii saamixi weydi laba fasaluun baa iga dhinaa waa ka baxay marka okay ninkii wuxuu ogaaday inay waxna qorto waxna akhriso dee oo qof wax qoraysa wax akhriysa tahay ninkii wuxuu yimi meeshii hoteelkii gabadhii oo meel xaaqaysa u yimi wuxuu yidhi dhegayso waxaan kaa rabaa shaqadanaa ka shaqeynaysa inaan ku dallacsiiyo waxaan rabaa ninka receptionka fadhiya iyo gabadha receptionka fadhida inaad la shaqaysid berri adigoo labisan aroortii dharkaaga ugu fiican qaba imow dharkan aad kusoo shaqo tagtid ha soo qaadan ilaa gabadhu gabar nadaafada ka shaqaysa dharkaaga dharka ugu quruxdan soo qaado meeshaasaan rabaa inaad caawisid soo qoraalka iyo ma taqaanid haa bay tiri anu ilaa dugsi saraan okay qoladii buu u yimi casarkii markay ahayd ninkii hoteelka wuxuu yidhi gabadhan waxaan rabaa inay receptionka idinkala shaqayso gabadha la dhaho heblaayo heblaayo tee tan kaasiduu yidhi gabadha meesha ka shaqaysa gabadha gabadha guryaha xaaqda oo tirtirta haa qoladan waa qola waxbaratay meesha fadhida dad maaragtay isla weyn ma iyadaa nagala shaqaynaysa haa waxna ma oran karaan dee isagaa meesha okay gabadhii meesha way soo fadhiisatay inaan soo kooban rabay gabadhii meeshii receptionka way soo fadhiisatay shaqadii bay subaxdii timi way iska kor joogto waxbay baranaysaa wiilkii meesha ugu mas-uulsanaa wuxuu yidhi gabadha shaqada bar waxaan rabaa inay noqoto qofka kula shaqaynaya adiga si khaasa
كولاش قيني شغل وين برتها فهنسي شغل بو مركا تستصي قلالك بنان دبق ودبق وين قلو معنا هوتيل كهوتيل وين قلالك بنان إني كور قبطه إني سوق جوكتي سوين قبله بامش كشقية وجوجا تلتري جري وجوجا قفتي بقى ما ذا حبيكو كورنا قط ماشي بك كشقية نسا مدوم مركي ساكو ودي دور بلوضة العقتين اللي يكر دي بسرف نكوى الفريسي مسؤولي دي ماشا اللو دي مسؤولي دي باللو دي نكي مسؤولي دي بو دي ان قبل دي مركو مسؤولي دي ودي بي الحمد لله عانه يوحي يشقادي مالن كي رسلفن كسوق شيء بأودميس سوتو مالن تقول ماشي كشقيسا وشهر كوفي لنا واي قاضتا وحو بلاوي مارك إنو يلا هذا رجب كفريسيو رسلفن كإنو فريسيو لا بل قفل عكتوضنا وصيو ما دام إحاستهاي وحو بلاوي إنو قرقي تغو إنو عروتي صوب بوغضو إنو مقرنس قرقوا يساقوا لها وميل كويا اللي مقالات الإحدى ذا وكراءها وداد إسكد ديقنان شريم ودادك كساري وحو يرسيو قورا قولي قاوين قبو داجيي خلاص قبر دي نولاشي أيكو جرتي وايكا بحضي نولاشي أيكو جرتي قبر وايكا بحضي نيم عايقاش إلهي وينا واحدها مسؤولية دي ودي بينا هوتيل كي واس بدري السجي وح أسيادي وح أوسن أرك جرين استومرين وحبا كل حجر جرين ماشا ده عذب يوم قط شقدي بقول بجبار متي إلى هين وابركي ربي بابركي شقدي وأبو لاش قبل دي عرفت هذه ماشي أي كورسين جرتي إلا أي وح كقبصتي ومركي دم بهير أي جارتي يدو إن يقولني ده شقيسته هوتيل كينا يترولان وبس يدي بعشقة بلوضي على أي كل حال ساجين ونين كينا ويسكف الصحي شقة يقولن وتهي وبلاوي شقة دي وحقو عاوي كل كده دي سينا ما ويدين شرين إلا أي واجي دمبه يدي قول كلا أنت معناها استن الجن وقولين وقسم معناها الله يابله أو كتسنيسة دات كانتي لياشة صوماليا إن أي أدون كورونا واخد على إن أي دات كشقالة هو ذا هذه عاد ما بأرك جلتين كلينتون أو كلاته كبردي مقرنسة سكتيري قاعد لقو مقرنسة لقو دعاية دي سيدا دلادد ودي وابقالة كواسي مقرنسة مركا dadka dhixdiisa natan oo kale waa ka dhacda intaas aan soo gabagabeynay waxa idinkaga tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam